مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج حكايات حنين. برنامجنا بحكي عن قصص اشخاص ملهمين تحدوا حالهم ووصلوا ممارسه اعمالهم وهواياتهم بالطريقه اللي بتناسبهم. ضيف حلقتنا لليوم هو شخص مميز وطموح. اعاقته البصريه ما منعته من انه يكمل مسيرته في الحياه ويكون مذيع في اذاعه صوت فلسطين. كلنا عنا فضول لنتعرف اكثر عليه، لهيك احنا اليوم موجودين في مدينه جنين. خلونا سوا نروح نتعرف على مصطفى الجوهري ونشوف شو في عنده قصص يخبرنا اياها. تحية الإرادة لكم يا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. مرحبا مصطفى، احنا مبسوطين كثير انك انت معنا اليوم بهاي الحلقة المميزة، وحابين نعرف الناس اكثر عليك ويعرفوا مين هو مصطفى. تحياتي لكم. انا طبعا اسمي مصطفى الجوهري، انا شاب عندي اعاقة بصرية من طفولتي. الحمد لله رب العالمين. طبعا عندي ثلاث اخوة بعانوا من نفس الاعاقة ايضا، وطبعا هاي الاعاقة ما كانت يوم من الايام هي معيق، بل كانت هي حافز وليست حاجز. المدارس الخاصة في القدس درسنا بهاي المدارس، تعلمنا أساسيات نظام بريل، وتعلمنا كيف نعتمد على ذاتنا في أنه من أجل أنه لما نكبر إحنا يكون سهل علينا أنه نتحرك ونندمج في المجتمع. فبعد ذلك طبعا الحمد لله نجحنا بالتوجيه، خطينا المرحلة الصعبة، ومن ثم فكرنا بعد ذلك أنه إحنا لازم نكمل التعليم، لأنه التعليم للكفيف هو سلاح، وبشكل عام طبعا لذوي الإعاقة هو سلاح بيقدر انه يتواصل في حياته اليومية والعملية. وبعد التوجيه اخت حنين احنا تواصلنا طبعا في حياتنا ونجحنا الحمد لله، ومن ثم التحقنا بجامعة النجاح الوطنية. كان صعب انك تقدم امتحان التوجيهي؟ كان في تحديات مرافقة لامتحان التوجيهي بوقتها؟ صحيح، انا تأخرت كثير عن الجامعة لما انا يعني دخلت الجامعة. لما قدمت التوجيه كانت الانتفاضة، عن الانتفاضة الأولى بالعامية بعزها، يعني انتفاضة الأقصى، فكان لا في كتب ولا في مناهج، كان في صعوبات كبيرة صراحة. أنا حتى درست التوجيه نص هون نص بعمان، وكان يعني كثير في صعوبات صراحة، بس الحمد لله تحدينا هاي الصعوبات، لأنه كان موضوع أنه أنت يكون عندك كتب، يكون عندك أنك تكتبي بطابعة البيركنز بالصف إلى صوت، كان كثير صعب يعني، بس الحمد لله رب العالمين نجحنا وتخطينا هاي المرحله برغم ما فيها من تحديات ومعيقات كبيره كانت. اليوم اختلف الوضع، اليوم صار في يعني اشياء افضل، صار في اهتمام اكثر، صار في بيئه تعليميه موائمه، في مناهج تطبع للطالب الكفيف قبل ما انه يدخل في المرحله اللي بده يدرسها في المدارس الحكوميه. حابين نعرف أكثر عن مشوارك المهني، كيف بلش مشوارك المهني؟ أنا بالحقيقة كان حلمي أني أدرس الصحافة والإعلام جامعة النجاح، بس صدقاً لما جيت أدخل الجامعة اصطدمت أنه المساقات اللي لها علاقة بالصحافة والإعلام لها اعتماد بعضها على رؤية، وكانت في تلك الفترة جامعة النجاح ما في كلية إعلام مستقلة، كان في قسم فقط في 2006. فحاولت ما طلعش بإيدي، درست علوم موسيقية، برغم أني أنا قبل مشواري بالجامعة أنا بدأت العمل في الإذاعات المحلية في جنين من تقريبا بداية الانتفاضة. يعني اشتغلت قرابة 10 سنوات في الإذاعات المحلية في جنين، في إذاعة أول كان برنامجي شموع مضيئة في إذاعة فرح في جنين. وجه التحية طبعا من خلالكم أستاذ فتح الناطور اللي كان هو فعلا داعمي في تلك الفترة. كنت أطلع على الهواء، أطلع على الهندسة الإذاعية وعلى الحالي. طبعا كان إنه صعب يكون في برنامج ناطق على الكمبيوتر يطلع صوته على الهواء، فكنت أنا أجيب الشريط الصغير وأحطه بالمسجل وأصير المسجل هو طبعا الموسيقى مرافقة لصوتي. فلما أنا بصراحة درست بجامعة النجاح واضطريت اني ادخل صراحه العلوم الموسيقيه، لان انا كمان الموسيقى عندي برغبها، يعني بحب اغني بحب اعزف، فما اهملت جانب الحب للاعلام، ضليتني ادرس بالجامعه واكمل اعلام، اشتغل اخذ دورات التحق الدورات.
ما خلصت ب 2011 صديقي إلي من قباطي اسمه الشيخ أحمد بتصل فيي بحكي لي في معلنين بدهم موظفين أو مذيعين في إذاعة صوت فلسطين. فأنا مباشرة قدمت للإذاعة في 2011 وقابلت، وكنت صراحة حتى بالامتحان العملي أني أنا أحكي بدون ورقة ولا إشي تجاري، يعني كان زملائي أنا سامعهم يعني بالامتحان سامع صوت أوراق بقرأوا عنها مبصرين، بس أنا الحمد لله كنت من دون لا أوراق ولا إشي. والحمد لله اجتزت الامتحان وتم تعييني بتاريخ 15/11، هذا التاريخ لن أنساه، بعقد طبعا سنوي في إذاعة صوت فلسطين في 15/11/2011. يعني 15/11/2011 كان هو التاريخ الرسمي لأول عمل إذاعي، كانت هي الشمعة التي أضاءت درب الظلام الدامس. أنا بذكر تماماً أول زيارة لمصطفى لما أجا على صوت فلسطين. أجا شاب واضح أنه طموح جداً كفيف، وأجا يقدم نفسه أنه عنده إمكانية أنه يكون مذيع في الإذاعة، وكان هو يعمل في إذاعات محلية على برامج عام ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. قدم نفسه بشكل منيح عن إمكانياته وعن شغله، فتم توقيع عقد مع مصطفى وتم تكليفه بإنتاج برامج مختلفة، ولكن أهمها كانت أنه بتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، عن مشاكلهم، همومهم، احتياجاتهم، لأنه هو اللي بعرف أكثر في هاي الفئة واحتياجاتها. وبالتالي بدأ عمله بصوت فلسطين بهذا الاتجاه. مصطفى كان بيشتغل برامجه بشكل كثير جيد، مثلا يعني معظم الشباب اللي بيعدوا بقدم برامج أو بيسجلوا برامج كانوا هم بيسجلوا برامجهم، لكن منتظروا مهندس الصوت أو فن الصوت يعملهم آلية المونتاج لبرامجهم. مصطفى كان بيسجل بالاستوديو فقط مجرد التكست لبرنامجه، وبأخذ على فلاشي بنزلهم على اللابتوب وبيفرغ مقابلاته، بيعمل المقاطع اللي بده إياها، بيدمج برنامجه، بيدخل الموسيقى، بيجهز برنامجه لوحده من خلال الجهاز الناطق على اللابتوب، وكان يبدأ يعني بدون أخطاء برامجه، وكان يهتم ويسمعها أكثر من مرة. فمصطفى بدأ بداية كثير يعني مهتم أنه يطور نفسه في الإذاعة وعمل مجموعة برامج كمان. أيضا يعني البرامج عملها تختلف عن أنه ذوي الاحتياج الخاص، عمل برامج بنمط آخر ومختلف، لكن كان أكثر البرامج عن هذه الفئة. وعلى الرغم أنه مصطفى هو دارس موسيقى. والله مساكم مساكم بالخير يا ذوي الإعاقة، ولف أهلا والله مساكم بالخير يا ذوي الإعاقة، ولف أهلا والقلب فرح ما لقاكم عشاشة فلسطين، ولف أهلان. مصطفى الجوهري بتربطنا فيه علاقة أولاً شخصية ومن ثم عملية. بدنا نحكي على المستوى الشخصي، فهو أخ جداً عزيز علينا، استفدت من خبرته، من طريقة كلامه، من طريقة تقديمه، فكان لإله بدي أحكي الأثر لربما الخاص في شخصيتي وفي تكوينها وحبي للإعلام بأن أكون هنا يوما ما في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. فمصطفى من الأشخاص الرائعين جدا اللي بتمتع بمساحة جدا كتير كبيرة من الاحترام ومن المعارف ومن الحب. مصطفى بترك أثر عند كل مين بعرفه، بعلمه، بطريقة كلامه، بأسلوبه، وبقلبه اللي بيوسع كتير من الأشخاص. مصطفى من الأشخاص المثقفين حقا، اللي ما بيشوف نفسه عند نقطة معينة وبيوقف عندها، بل هو يسعى دائما إلى الاستمرار. هو يقرأ، هو يكتب، هو يطلع على كثير من المواضيع. بقدر أنا أوجز لك شخصية مصطفى الجوهري بأنه يعلم شيء عن كل شيء وبنفس الوقت كل شيء عن شيء. فهو إن تكلمتي معه بالسياسي يتكلم، إن تكلمتي معه بالاجتماعيات يتكلم، إن تكلمتي معه بالتاريخ يتكلم.
برنامج إذاعي قدمت لليوم؟ أنا طبعاً عندي برامج إذاعية متنوعة، عندي برنامج بصمة أمل، برنامج على العافية، برنامج قضايا عمالية، برنامج كمان عندي كان اسمه عروسنا وحكاية مثل، إضافة إلى البرامج الخاصة بالمناسبات، يعني عملت برامج عن النكبة، يوم الأرض، يوم الأم، عملت عن طبعاً كمان يوم العالم للإعاقة، حلقات خاصة هاي طبعاً نسميها. مصطفى، أنو أكثر برنامج كان الأحب لقلبك؟ بصمة أمل كان هو البرنامج اللي طبعاً أنا مستمر فيه طبعاً، حالياً طورت اسمه لأصحاب الهمم، وإن شاء الله الدور القادم يعني نفكر أنه كمان نطلقه لنحكي كمان عن قصص، نحكي عن هؤلاء الأشخاص اللي سطروا بالإرادة والعزيمة صفحات ناصعة وصمموا دائماً إلا أنهم يحملوا الشعار بأنه الإعاقة لا تلغي الطاقة، والإعاقة حافز وليست حاجز. فبصمة أمل لا زال وسيستمر وسيضيف بصمة ويسلط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن هاي فئة لما بنحكي في إعلام بسلط الضوء عليها تتحول من فئة مهمشة إلى فئة مهمة في المجتمع الفلسطيني. أكيد أكيد، بس الجزء لا يتجزأ. نعم، ونستحق أن نكون موجودين ويكون دائماً صوتنا مسموع. أقول أنا المعاق لا أشكو من البصري، أشكو من الناس ومن كلة النظري، لا أشكو من الجلوس على كرسي متحرك ولا من صعوبة في النطق ونمو متأخر، بل أشكو من الذي هو اليوم يظنني كصفحة بيضاء خالية من الشعر، كدوما صماء لا تدري بما يجري، كجدار أسود كم مضى عليه من العمر، يا سامعا صوتي أخرجني من صمتي، اصعد بي إلى أعلى بن القمر لأصرخ من هناك، هذا أنا، أنا المعاق، أنا الذي إذا ما صرخت انفجر صدري. هذه هي رسالة دائما نقولها، الإعاقة ليست إعاقة الجسد، أحيانا إذا كان الشارع في حفر بعيقني أني أنا أتنقل، بعيقني أن أتحرك، فكثير في صعوبات تحديات، ولكن يجب أن نبقى أقوى من كل الصعوبات، لأنه هاي رسالة بدنا نوصلها، هاي حياة بدنا نعيشها زينا زي غيرنا، في تحدي، تحدي مضاعف صح، في صعوبات، في صعوبات، بس أنا رسالتي إني أنا بدي أكون. تحية لكم متابعين عبر صوت فلسطين في هذا اللقاء الجديد من برنامج ذوي الإعاقة بصمة أمل. هذا اللقاء الأسبوعي الذي نتحدث من خلاله عن أشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة في هذا المجال لنثبت للمجتمع بأن الإعاقة لا تلغي الطاقة. مصطفى هو الذي يرى ما لا يرى، يعني هاي فلسفة حقيقية موجودة. مصطفى بيعرف يتعامل مع المايك، بيعرف يتعامل مع الأشخاص اللي حواليه وكأنه والله يراهم. أنا مؤمنة في مقولة ما أخذ منك شيء إلا لو يعطيك أشياء، فبالفعل هم ذوي الهمم. لو ركزنا أكثر وأكثر بشخصياتهم، بطريقة تعلمهم، بطريقة عملهم، لوجدنا لإلهم خاصية جدا جميلة وهبها الله لهم. أكيد هم لا يقلوا شيء عنا، بل لو ركزنا أكثر بطريقة تعلمهم وبطريقة حياتهم لوجدنا أنهم مميزون أكثر من الأصحاء. فبالتالي إشراكهم في البيئة العملية أنا برأيي يعني يجب أن تكون بنسب جدا أعلى مما هي عليه الآن، وهذا يحتاج لربما إلى سن قوانين وتشريعات. فنحن نتمنى بالفعل أنه هاي النسبة 5% لوجودهم في أي مؤسسة حكومية اليوم إنها تزيد وتعلى أكثر وأكثر. هم بالفعل هم يمتلكوا كل شيء، هم مش ناقصين أبدا، وبالتالي هم أصحاب إرادة، هم أصحاب همة، هم أصحاب عزيمة وإصرار على التعلم. فشخصية مصطفى أو الكثير ممن يندرج ضمن هذه الفئة هم أشخاص جدا مبدعين. عرفنا أنه أنت بتدرب بريل. نعم، مدرب وبتدرس البريل. حابين نسمع أكثر عن خبرتك وعن كيف بيكونوا الدروس مع الطلاب وشو المنهجية اللي تتبعها لتعليمهم. نعم، احنا بالحقيقة موضوع التدريس المكفوفين انا بعطي مكفوفين وغير مكفوفين. كانت الفكرة انه بالنسبة للمكفوفين احنا نتبع طبعا مع الطرفين نظام السهل في التعليم، من الاسهل الى الاصعب في الحروف.
ولكن كانت تجربة يعني تجربة أولى إلي. تحدث معي أخي وليد نزال منسق عام الاتحاد الفلسطيني الصم، حكى لي أنهم في عندهم اتفاقية مع المعهد المصري في رام الله وبدنا إياك تعطي دورة بريل لموظفي البنوك. صراحة أنا استغربت أنه كيف بدي أعطي طب ناس بشوفوا، أنا يعني دائما بعطي ناس مكفوفين، فقلت بدي أجرب هالمحاولة. وفعلا يا حنين جربت هالمحاولة، كانت محاولة ناجحة، انه عملنا انه البريل حرف البريل نفسه بدل ما يكون نقطه يصير شيء مرئي على الشاشه، عملنا بروجيكتر شرائح، وصرنا طبعا شوي شوي نطور هذا الشيء باوراق لهم بالحروف هاي مرئيه بتفاصيل اخرى. والحمد لله صرت معطي تقريبا حوالي 200 موظف في المعهد المصرفي حتى اللحظه في دورات بريل متلاحقه، وبنعطيهم دليل، عملنا دليل خاص موجود فيه كل الحروف. وما نكتفي بس كمان في انه نعطيهم بريل، لا، نعطيهم انه كيف انه الشخص الكفيف لما يجي على البنك كيف تتعامل معاه، كيف تستقبله، كيف تمسك فيه المسكه الصحيحه. وبنتطرق معهم طبعا لذوي الاعاقه بشكل عام، معاناتهم وظروفهم وكذا، لانه بصراحه كثير المتدربين انبسطوا كثير لما شافوا انه طب هذا الشخص بده يدربنا كفيف كيف بده يعطينا. فكانت اولا رساله، ثانيا لما استفادوا من التعليمات والارشادات العمليه يعني طلعهم كثير على مثلا مثله شيء تمثيلي، يعني مش انه فقط نظري. فكانت كثير دوره رائعه ومتقدمه ومنيحه، واستفادوا منها لانه التعليمات اللي من سلطه النقد بتطالب البنوك انه لازم يكون في عندهم شيء خاص بالكفيفين، سواء النشرات لفتح الحساب، الصرافات الاليه، فكل هاي التفاصيل اوجدت انه لازم يكون الموظف كمان عنده المام في موضوع نظام بريل الخاص بالمكفوفين. مصطفى تمتع بعلاقات جيدة مع الزملاء، خدوم لزملائه باحتياجاتهم، متفاعل بمناسباتهم الاجتماعية مع الجميع، وبالتالي يعني كان مندمج مع الزملاء بشكل كثير رائع وبشكل كثير مميز. حمل رسالة ذوي الإعاقة بشكل كثير مهم عبر إذاعة صوت فلسطين من خلال برامجه، ووصل صوتهم وقضاياهم إلى الجميع، كمان وصل المبدعين والمميزين منهم، كمان اهتم فيهم ووصلهم للجميع. وأيضا يعني بعتقد أنه مصطفى نموذج مهم جدا أنه ينحكى عنه كتجربة نجاح حقيقية، أنه ما كان أسير إعاقته نهائيا، بالعكس حول كل حالة فيها وكل نقطة ممكن تكون عند أي حدا آخر نقطة ضعف، حولها إلى نقطة قوة وتحدي ونجاح. لا، هي رسالة ذو شقين، لربما بتندرج من الأهل، من البيئة في الأهل أولا، ومن ثم إلى المجتمع يعني البيئة العملية ثانيا. الأهل يجب عليهم أن يهتموا بهذه الفئة، بدهم يعرفوا شغلة إنه يعني الأسرة، أنا برأيي بعتبر إنه الأسرة اللي بحبها رب العالمين بيعطيها شخص من هذه الفئة ذوي الهمم. فإحنا لو ركزنا عليهم أكثر، لو اعتنينا فيهم أكثر، لو عرفنا وين المجالات اللي ممكن إنهم يبدعوا فيها ونركز عليها وننميها، لكانوا شيء في المجتمع. في كتير من هاي الفئة مظلومين بعدم التركيز عليهم من قبل أهليهم. الأهل هم الداعم الأساس والأول والأخير لهكذا فئات. بالنسبة للمجتمع المحلي اليوم في تقبل، يعني وين كنا في السابق واليوم إحنا وين؟ اليوم في تقبل جدا كتير كبير لوجودهم معنا، لتعلمهم معنا حتى في المدارس، وجودهم معنا في البيئة العملية. فعجلة الحياة يعني تستمر وتزداد لربما في ظل التكنولوجيا الموجودة حاليا. التركيز عليهم هو يجب أن يكون من الأولويات الهامة بالنسبة للأهل أولا، ومن ثم إلى المجتمع المحلي الثانية. لوين حابب توصل مصطفى؟ شو طموحك؟ لوين حابب إنه مسيرتك المهنية توصل؟ وشو طموحك وأهدافك اللي حابب تحققها؟
والله أنا طموح عندي كبير، يعني أنا بطمح إنه أقدم برنامج تلفزيوني في الميدان، بالذات في الميدان لما يكون يعني المواجهات هيك قوية، بحب أكون يعني زي الصحفي اللي بينزلوا في الميدان. وأنا طبعا كنت أنزل وأنا بال 2003 2004 2002 في اجتياح المخيم، كنت أنزل على الإذاعة وأتفرح وأقدم، يكون الدبابات في الشارع وكذا والحمد لله. بس بحب إني أنا أحمل المايك على الصورة، لأنه بعرف كمان إنه صح أنا مش شايف الصورة، بس كيف أنا بعرف إنه الصورة بتعبر دائما أكثر كمان عن رسالة سواء ذوي الإعاقة أو رسالة البرنامج اللي أنت بدك تعمليه. ويعني الطموح إن شاء الله إنه الواحد يوصل لأعلى مراتب بالنسبة للوظيفة، مشاركات يكون أكبر له. طبعا أنا بالمشاركات شاركت بكثير، يعني مهرجانات، مؤتمرات، بحوث لذوي الإعاقة عملت في مصر، في تونس، في لبنان، وكنا حاضرين في أكثر من مؤتمر صراحة. فالحمد لله طموحنا أن نظل مستمرين ونكمل لقدام لنوصل رسالتنا. والشعار الدائم اللي أنا بحكيه بأنه الإعاقة لا تلغي الطاقة، وأن الإعاقة هي حافز وليست حاجز. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وتعرفنا على مصطفى وإبداعه في مجال الإذاعة، وشفنا قد ايه إيمان الأشخاص بذاتهم بتوصلهم لأماكن حلوة وبيستحقوها. وزي ما حكى مصطفى، الإعاقة لا تلغي الطاقة، الإعاقة حافز وليست حاجز. مصطفى قصة من بين كتير قصص موجودين حوالينا، يلي بدورنا لازم ندعمهم وندير بالنا عليهم. استنونا بحلقة جديدة من برنامج حكايات حنين. سلامات.